استاذ مؤيد، ايش حتسوي بالالكتروني هالسنه؟ هاي السنه راح تصير خيال ويانا. اي استاذ هاشم حبيبي، اهم شيء المحاضرات نوصل بيها الطالب للمية، وضروري يكون التصوير مختلف جدا. اكيد استاذ، وحنسوي لهم امتحانات يوميه واسبوعيه وشهريه. مثل ما قلنا اكو نظامين للاشتراك، الاول يكون الكتروني وهذا كل امتحاناته تكون الكترونيه، والاشتراك الثاني هو هم الكتروني بس الامتحانات الاسبوعيه والنصف فاينل والفاينل تكون حضوريه بجميع محافظات العراق. استاذ مؤيد، خلينا نسوي نظام تعليم مدمج، وهذا اشتراك خاص بطلابنا اللي ببغداد، يكون اكويه الدوره الالكترونيه، محاضرة أسبوعية حضورية معززة بمعهد ندى الصباح. طبعاً الطالب ما حيكون بعيد، إحنا وياه خطوة بخطوة. طبعاً إحنا كل شيء نعرفه على الطالب في حالة التماهل، طلابنا أمانة ولازم نضمن لهم الهدف. لكل هدف باب، وأنت عندك أبواب.